لتعزيز أواصر التعاون في مجال الطاقة عبر تقوية الشراكات الاستراتيجية مع الشركات العالمية بما يضمن الاستغلال الأمثل لمصادر الطاقة، أعلنت الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال إحدى شركات جهاز الاستثمار العماني توقيع اتفاقيات المساهمين واتفاقيات توريد الغاز، حيث تأتي هذه الاتفاقيات لتعكس مكانة الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال في سوق الطاقة العالمي، ولتؤكد سعي الشركة الدؤوب نحو الإسهام في النمو الاقتصادي. اتفاقيات شركة قلهات للغاز المسال إلى تكون اتفاقيات إلى حوالي 4 إلى 5 سنوات، مربوطة طبعاً بأسعار النفط العالمية. وبالنسبة للشركة العمانية للغاز المسال اتفاقيات لمدة 10 سنوات أيضا مربوطة بالأسعار العالمية للنفط، فبالتالي هي تتبع أسعار النفط في كل الاتجاهات. بالنسبة لقلهات LNG الكمية حوالي 3.8 مليون طن بالنسبة لقلهات، بالنسبة لعمان LNG أو الشركة العمانية للغاز المسال طبعا ضعف الكمية، هي حوالي تقريبا 7 ملايين طن سنويا. اتفاقيات طبعا كانت متنوعة، شملت تنوع جغرافي كبير بين الشرق والغرب، كانت المبيعات متوزعة بين آسيا وأوروبا، وهذا التنوع يحقق لسلطنة عمان نوع من الأمان والضمان في استقرار الإمدادات، استقرار السوق. التنوع أيضا زمني، الامتداد الزمني لاتفاقيات 10 سنوات، وهذا يحقق نوع من الأمان بالنسبة للدخل من الغاز. طبعا تمت الاتفاقيات في وقت كان يشهد فيه سوق الغاز العالمي تقلبات كثيرة نظرا لأحداث سياسية كثيرة في العالم. وتتضمن الاتفاقيات اتفاقية مساهمي الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال واتفاقية مساهمي شركة قلهات للغاز الطبيعي المسال، إلى جانب اتفاقية توريد الغاز بين الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال وشركة الغاز المتكاملة، التي تستهدف تمديد فترات توريد الغاز للشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال لما بعد عام 2024. تتطلع الشركة عبر توقيع اتفاقيات المساهمين للشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال وشركة قلهات للغاز الطبيعي المسال إلى تعزيز الشراكات الاستراتيجية واستدامة مكانتها كمورد معتمد للطاقة حول العالم، كما تساهم هذه الاتفاقيات في تعزيز سعينا الدؤوب لتحقيق النمو الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل. الشركة منذ تأسيسها في 1994 دفعت بالشق الاقتصادي، دفعت بشق الاستدامة، دفعت بكل ما يعنى المجتمع من نمو وازدهار اقتصادي، وكذلك من دعم للمجتمع المحلي على مستوى السلطنة. الحمد لله في هذا اليوم التاريخي نشكر كل من قد ثقته في هذه الشركة المعطاءة، كل من رأى في عمال انجي الكفاءة، وكل منتسبين عمال انجي الذي من خلال هذا اليوم التاريخي هم جددوا هذه الثقة، والحمد لله على ما تم توفيق اليوم من توقيع وكذلك من دعم الاقتصاد الوطني ل10 سنوات القادمة. وتسهم هذه الاتفاقيات في الجهود المتواصلة لتحقيق الاستفادة بأقصى قدر من العائدات وتعزيز الإيرادات والإسهام في تنمية الاقتصاد العماني.